يقول: أنا تربية وتعليم وللأسف لا أدرس عن ديني، لا أدرس عن ديني كثيرا في الدراسة يعني، فكيف أستطيع الجمع بين الدراسات الإسلامية ودراستي؟ شكرا يا محمود على هذا الاستبيان والاستيضاح. أقول لك وفقك الله، يمكنك في اليوم الواحد أن تقرأ 3 آيات مع تفسيرها من كتاب كمختصر صحيح تفسير ابن كثير، و3 أحاديث من كتاب ككتاب رياض الصالحين، وإن شاء الله بعد حين ستوفق وبالمواصلة بإذن الله تصل إلى مرضات الله.